مرحبا. مرض ارتفاع ضغط الدم المزمن من الأمراض الشائعة جدا في العالم وكمان عندنا في فلسطين، وكل سنة عم بتزيد أعداد المرضى بشكل كبير جدا، وعم يتم تشخيص مرضى بشكل كبير جدا، وعادة ما بيتم تشخيص مرضى الضغط بالصدفة أو أحيانا عند شعوره ببعض الأعراض مثل الصداع أو الدوخة أو تشويش الرؤية أو أحيانا بطريق الصدفة. ولكن متى بنحكي عن المريض وبنشخصه أنه ضغط أو عنده مرض الضغط؟ بنشخصه لما يكون عندنا قراءات الضغط أعلى من الحد الطبيعي، وعادة بتكون القراءات هاي أكثر من 140 على 90. ومهم جدا نعرف أنه عدة قراءات ولعدة أيام، ما بنفع قراءة واحدة وما بنفع أنه إحنا نبني تشخيصنا على قراءة واحدة، وبيضل العامل الوراثي هو العامل الأساسي في هذا المرض. ومع وجود سلوك ونمط حياة خاطئ بتمثل بكثير من الأشياء مثل التدخين والسمنة وقلة الرياضة، كل هذا بيؤدي إلى حدوث وارتفاع ضغط الدم. صيام شهر رمضان فرصة حقيقية لمرضى الضغط عشان يحسنوا من وضعهم الصحي ويتحكموا بقراءات الضغط. ومريض الضغط بيقدر يصوم رمضان، ولكن قبل صيام رمضان وأثناء الشهر الفضيل عليه أنه يراجع طبيبه عشان يحدد له جرعات الدواء ويعدل له إياها، وإذا كان بحاجة لتعديل مواعيد أخذ العلاج الطبيب بيقدر يساعده. في كتير من علاجات الضغط فيها مدر للبول، ولهيك بننصح المريض أنه يراجع طبيبه عشان يعدل له أخذ العلاج عشان ما يدخل في حالة من الجفاف نتيجة إفراط فرز البول. وبننصح المريض اللي بياخذ أدوية الضغط اللي فيها مدر للبول أنه ياخدها في فترة الإفطار عشان ما يدخل في حالة الجفاف. الدراسات أثبتت على مرضى الضغط أنه الصيام عليهم له تأثير كبير جدا، وخصوصا أصحاب الضغط المرتفع، وبشرط المواظبة على أخذ العلاج وتناول الدواء في الوقت المناسب. ولكن الصيام كمان بيساعد المريض على أنه يتخلص من نسبة الدهون والكوليسترول الضار اللي موجود في الجسم وفي الدم، وبحسن الحالة النفسية عند المريض والعصبية اللي هي أساساً بتؤدي إلى حدوث ارتفاع ضغط الدم في حالات الانفعالات المفاجئة والغضب الشديد. ولازم مريض الضغط دائماً وأبداً يتذكر بأنه يبتعد عن الموالح خلال شهر رمضان، ويلتزم بحمية غذائية، ويلتزم كذلك بممارسة قليل من الرياضة وخصوصاً بعد الإفطار وليس قبل الإفطار. وما تنسى يا مريض الضغط إنك تبتعد عن التدخين، بالصيام بتكون صحتنا أفضل. وإنت يا مريض الضغط بدي إياك ما تنسى إنه صحتك بصيامك.